أهلا بيكم يا أطفالنا حلوين. إحنا النهاردة في حلقة جديدة في معلومة في 3 دقايق، والنهاردة هنتكلم عن الزلازل، ومعانا صديقة البرنامج إيفا. كلنا نشجع إيفا. دلوقتي هنبدأ في حلقتنا وهنتكلم عن الزلازل. إزاي الزلازل ممكن نقيسها؟ وإيه هو تعريف الزلزال؟ فهبدأ بالسؤال الأول لإيفا، ما هي الزلازل؟ الزلازل هي الذات أرضية بنشعر بيها. برافو يا إيفا، برافو عليكي. فعلا الزلازل هي هزات أرضية بنشعر بيها نتيجة كسر في القشرة الأرضية، والكسر ده بيحصل نتيجة صدوع، والصدوع دي صدوع مختلفة بتيجي نتيجة تحركات داخل القشرة الأرضية. برافو. ننتقل إلى السؤال الآخر، وهو السؤال هو ما هو الجهاز الذي يستخدم في قياس الزلازل؟ نسمع الإجابة من إيفا. الجهاز اللي احنا بنقيس بيه الزلازل هو اسمه سيزموجراف. شاطرة يا إيفا، فعلا هي إجابة صحيحة. الجهاز اللي بنقيس بيه اسمه سيزموجراف. معانا سؤال رقم 3، وهو السؤال الأخير. السؤال بيكلم ما هي الوحدة التي يقاس بها الزلازل؟ ما هي الوحدة التي يقاس بها قوة الزلازل؟ ريختر نسبة إلى العالم ريختر. فعلا إجابة صحيحة، ريختر هي وحدة قياس قوة الزلازل. هننتقل دلوقتي للمحاضرة. ولو جينا شفنا الرسمة اللي تحت، إزاي الأرض بتتكسر؟ لما بيحصل الكسر ده بتتحرك الأرض، جزء بيروح يمين وجزء بيروح شمال، ودي منطقة الضعف، وبيبدأ نتيجة لذلك البيت يتهز ويصاب الناس بهلع. نرجو عند حدوث الزلازل عدم الإصابة بهلع. فقط إذا كنت في المنزل يجب اتباع خطوات السلامة، ويجب الاحتماء رأسك تحت أو أسفل المنضدة. إذا كنت خارج المنزل يجب الابتعاد عن أي حاجة ممكن تنهار عليك وتحمي راسك. وإذا كنت قريب من الشاطئ وعند الشعور بهزة قوية، يجب الابتعاد عن خط الشاطئ مسافة لا تقل 2 كيلو، لأن ممكن يحصل تسونامي. لازم أطفالنا يخلي بالهم من إرشادات السلامة ويتعلموها كويس، عشان في حالة هزوز هزة أرضية يبدأوا ينقذوا أنفسهم من في حالة الدمار. أهم حاجة البعد عن أي أشياء ممكن يحصل لها حركة أو تقع، والحماية منها. هنبدأ بعد كده نشوف فيديو بيشرح إزاي أول ما بتحصل الهزة، واللي فوق دي المحطة، الأمواج بتمر بالكرة الأرضية وتستمر وتتسجل على ما يطلق عنه السيزموجرام. والسيزموجرام ده عبارة عن ورقة تشير إلى الموجة للهزة. هنبدأ نشوف الفيديو مع بعض. الهزة بتحصل، بتتولد موجات بي الأولية ثم الثانوية ثم بعد ذلك الموجات السطحية، والتي تسبب الدمار الكبير. فالموجات الأولية والثانوية دمارهم أخف، وبيشعر بس بالهزة، ثم بيجي بعدها بدقائق أو بثواني الموجة السطحية اللي هي ممكن تدمر البيوت. هنا
ما ننساش أطفالنا الحلوين يتدربوا على إزاي يبقوا هاديين تحت المنضدة في حالة حدوث الهزة الأرضية. طبعا الجهة المنوطة برصد الزلازل هي الشبكة القومية للزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، وعددهم 80 محطة، وهذه الجهة مسؤولة عن رصد قوة ومكان الزلازل فين بالظبط عشان نعرف أماكن الصدع النشط حول جمهورية مصر العربية. شكرا جزيلا، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله. أي كومنتات ممكن تقولوها لي على الصفحة، ما تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب شيرين، وانتظرونا في حلقات أخرى ومعلومة جديدة في معلومة في 3 دقائق. The ground will shake, 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 shake. Yeah. Look at the floor, the vibration, shun, shun, shun. Yeah. Primary waves compress, expand.